من معتصميه وثوار بابل المؤرخ بتاريخ 8/1/2020. جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم. يدعو التجمع الطلابي الموحد لمدارس بابل كافة المدارس في المحافظة للعودة إلى إغرابهم والتحاقهم بإخوتهم في ساحة الثورة والشرف. ونؤكد أن دوامنا مرتبط بتحقيق مطالبنا المشروعة، وندين بشدة ما قامت به مديرة مدرسة مديحة البيرماني من فعل آثم واعتداء واضح على العلم العراقي العزيز، وكلمة الله أكبر. ونطالب الجهات الرقابية التربوية بمحاسبتها، لأن ذلك كسر لهيبة الوطن وكرامته. وكذلك مدين التدخلات اللامشروعة لمنتسبي شرطة بابل على إجبار الطابع على الدوام والاعتداء عليهم بالضرب المبرح والكلام الخادش للحياة. ونطالب محاسبتهم، ونؤكد على سلميتنا وحسن سلوكنا، وعملنا بكم